ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أول شيء يقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها واحفظها بما تحفظ من عبادك الصالحين. هذا أول. ثم يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك ممات ومحياها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فيذكر هذا الإنعام وهذا الأجل وهذا القدر وهذه السنة الكونية لله جل وعلا، ويشكر الله عليها، ويسأل الله جل وعلا أن يجعل الخيرة له. إن أمسكت نفسي، يعني قضيت بموتي في هذه النومة إلى يوم القيامة، فارحم نفسي عندك، وإن أرسلتها رددتها إلى جسدها وأحييتني فاغفر لها ما سبق من ذنوبها. هكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وكان إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. دليل على أن النوم موت مؤقت، وإليه النشور البعث، فيبعثنا في الدنيا ما شاء أن يبعثنا، ويبعثنا يوم القيامة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي، اغتباط بالنعمة، لأنها فسحة في الأجل ومكنة من صالح العمل. رد علي روحي وعافاني في جسدي لما بعثني وأيقظني، أيقظني صحيحا سويا، لم يوقظني مريضا مصاب بعاهة أو بعافة حال النوم. يشكر الله جل وعلا على العافية، وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يعني لو ما بعثك الله ما أذن لك بذكره، لكن لما بعثك دل على أنه أعطاك فسحة، فكن اليوم أشكر لله من الأمس، وغدا أشكر من اليوم، وهكذا كل ما تجددت النعمة أشكر. فإن الله تعالى قد تأذن للشاكرين بالمزيد، وتأذن للكافرين بالعذاب الشديد. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فتطهر، طهورك للصلاة، يعني نم على طهر، واستذكر بطهارة بدنك طهارة قلبك، أنك تنام وأنت مطمئن إلى الله، مرتبط بفضله، شاكر لنعمته، مستغفر من التقصير في حقه، سليم الصدر نحو خلقه، حتى تكون طاهرا باطنا وظاهرا، بحيث لو مت في نومتك وإذاك فأنت على خاتمة حسنة في رجاء خير من الله جل وعلا. توضأ وضوءك للصلاة، فهذا أدب. ثم اضطجع على شقك الأيمن، على الجنب الأيمن. في الحديث الثاني أنك تضع يدك تحت خدك كذا، لكن الاضطجاع على الشق الأيمن مؤكد بالقول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالقول، يعني بالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا. فأولا أنك تأوي إلى فراشك طاهرا، ثانيا أنك تضطجع على شقك الأيمن، ثالثا أنك تستقبل القبلة ما أمكن،
حيث يكون رأسك في مثل الرياض يكون شمال ورجليك جنوب، وأنت مستقبل قبلة بوجهك وصدرك وبدنك. والرابع أنك تذكر الله عز وجل هذه الأذكار التي علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياها. يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها، واحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. تقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. تقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك ممات ومحياها، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها. ومن ذلك الحديث الذي علمه البراء، علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء: اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن، هذه الدعوات اللي في حديث البراء، آخر ما تقول. ما الفائدة؟ قال: فإن مت من ليلتك، إن كان الله كتب أنه يتوفاك إلى يوم القيامة في ليلتك هذه، فأنت على الفطرة، يعني مت على التوحيد والملة. وإن من الله تعالى عليك وفسح في أجلك ومكنك أن تستزيد من صالح عملك، فأصبحت أصبت خير وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر من أسباب تحصيل الخير، زيادة خير بعد اليقظة. كل يوم تقول هذا الذكر، فلنحفظ هذه الهيئة للنوم، إنك تنام على شقك الأيمن، تجعل يدك تحت خدك، وتستقبل القبلة، وتكون نمت على طهر، ثم تذكر هذه الأذكار: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يغلبه النعاس، النوم، لم ينقلب ساعة من الليل، يعني لأي سبب تحرك الجسم، غيرت من جنب إلى آخر، استلقيت على ظهرك، أو قمت لحاجة فذكرت الله جل وعلا ودعوته، قبل ذكرك له ورفعك به وأجاب دعوتك، لم ينقلب في ساعة من الليل والنهار يسأل الله فيها خيرا، يعني من خيري الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه. ولتكميل هذا أيضا، أنك إذا استيقظت من الليل لحاجة أو لصلاة أو لصلاة الفجر، انتهيت من النوم، فقبل ما تتحرك من فراشك احمد الله عشرا وسبحه عشرا وكبره عشرا وهلله عشرا واستغفره عشرا، مع الدعاء المذكور عند اليقظة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، اللهم استغفرك ذنبي وأسألك رحمتك، ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد أن هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، أعلم أن الله يحيي الموتى وأن الله يبعث من في القبور، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار،
ثم سبح وحمد وكبر وهلل، قل اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم الحساب. انتبه لهذا، فإذا استكملت هذا إن توضعت وصليت قبل الله صلاتك، وإن استرخيت في منامك لأنك قمت مبكرا أو أوترت قبل النوم ودعوت الله جل وعلا استجاب لك وأعطاك سؤلك. فهذه فائدة نفيسة جدا جدا، لو تقوم بالليل ألف مرة افعل هذا وادعو الله، اسأل الله جل وعلا. إن شئت صل وإن شئت اكتفي بالدعاء، لأن الصلاة نافلة. فهذا أمر مهم جدا. ولفتة أخرى أيضا، إذا أردت أن تسأل الله حاجة في أي ساعة من الليل أو نهار، سبح الله عشرا واحمده عشرا وكبره عشرا وهلله عشرا، ثم سل ربك ما بدا لك. قالت أم سليم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. قال: يا أم سليم سبح الله عشرا واحمده عشرا وكبري عشرا. الحديث. هذه يا إخواني فوائد نوادر ونعم من نعم الله على العباد، كثير من الناس عنها في غفلة، ربما أنه يسمعها لأول مرة. كم مضى من العمر؟ وين أنت؟ غايب، أنت في الوجود. بعدين هذا عمل يومي، كل عند نومه بالليل وبالنهار، إذا فعلت هذه الآداب فهي عبادات يكتب لك أجرها وتحصل خيرها ويدفع عنك الشر بها، ما تدري. والدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، يتقاتلان يتغالبان، فيغلب الدعاء البلاء، أن يصرف الله البلاء بالدعاء. انتبه لهذا. والحديث الصلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.